أنا كان لازم أفهم لوحدي من الأول. واضح جداً إن إلهام كانت هي السبب في إن حالتك اتحسنت شوية، زي بالظبط ما هي السبب في إنك رجعت أسوأ من الأول. وواضح إنك ما قدرتش تتخطى مرحلة ياسين بدوي ولا حاجة. يمكن تكون وافقت تشتغل معاه في المكتب عشان تكون قريب منه وتقدر تنتقم. ممكن تكون لسه ما خططتش للطريقة اللي هتنتقم بيها، لكن وجودك معاه وفي نفس المكان هيسهلك تعمل اللي انت عايزه في أي وقت. وإلهام كانت مجرد مسكن مؤقت، نساك الموضوع شوية، ولما خلص مفعول المسكن رجعت زي الأول. لأنه فاسد وكان بيستغل المكتب وياخد قضايا لحسابه، يخلصها بالرشاوي والتزوير وشغل الزور وكل اللي ممكن تتخيليه. انت قلت لي كنت متجوزه قبل كده؟ من فتره، بس ما حصلش نصيب. ما حصلش نصيب ازاي يعني؟ كنا بنشتغل سوا في مكتب الدكتور هشام، لسه متخرجه وراجعه طازه من الكويت. ما عنديش صحاب، ما عنديش حياه اجتماعيه. فضل يقرب لي شويه بشويه لغايه ما افتكرت ان انا بحبه. بس بعد ما اتجوزنا اكتشفت ان احنا مختلفين تماما، وكمان ما ينفعش نبقى مع بعض في مكان واحد. يعني انت اللي طلبت الطلاق؟ كان بيغير غيرة مش طبيعية، كان مجنون. عنده حق شيء. بعد ساعة بالظبط هتصل بيك، وأحسن لك تكون في جامعة. لو اتصلت بيك في اي وقت وما ردتش عليا او لقيت موبايلك مقفول، هستنى 10 دقايق واتصل بيك تاني. لو ما ردتش هسلم الادله اللي معايا للبوليس بعد ما بعت منها نسخه لمراتك. كتر خيرك يا سيدي، بس انا عندي شغل. ده لو ما كانش يضايقك يعني. انا اللي ضايقني يا علي انك تتصرف في حاجه ليها علاقه بينا احنا الاثنين من غير ما تاخد رايي. الشنطه لسه موجوده زي ما هي، لا فتحتها ولا تصرفت فيها. انا ما بتكلمش عن الشنطه، انا بتكلم عن شقه المقطع. عايز تشتريها قول. شقه ايه دي اللي عايز اشتريها؟ انا مش فاهم انت بتتكلم عن ايه. بتكلم عن السمسار اللي كان بيسال عن الشقه النهارده، ما تعرفش عنه حاجه؟ لا. قال لك؟ بس ما تحاولش تساله عني، لان الله يرحمه مات في حادثه عربيه وهو راجع من المقطع. قتلته؟ خلي بالك يا علي، اي حاجه انت بتعملها بتاثر على اللي حواليك، وكل مره هتكذب عليا او تعمل حاجه بره الاتفاق واحد تعرفه هينضر وهتبقى انت المسؤول. المره دي جت في حد تعرفه من بعيد ويمكن عمرك ما شفته. المرة الجاية بقى يا عالم هيبقى مين؟ أستاذ علي، الأستاذ ياسين عايز حضرتك في مكتبه عشان الأستاذ سامح الصرفي جه. حاضر، جاي له دلوقتي. أنا مش مصدق. جاي لي بنفسك؟ أنا ليه ممكن أقدر أفوت فرصة ممكن أشوفك فيها؟ ما أجيش، ده أنت حبيبي. إزيك يا مروان بيه؟ أهلاً أهلاً معالي الباشا. إيه مفيش طلعة متوقع فيهم قريب؟ مفيش بط دلوقتي. طب بص، أنا ومروان طالعين الغردقة أسبوع، حتة يخت ياسين. يخت؟ يخت علي إيه؟ وأسيب أخوك لمين؟ ماشي، خلينا إحنا المرة الجاية. أحب أعرفك أستاذ شيرين، مستشار مصطفى اليزيدي. أمال فين علي؟ تعالى علي. اوعى تكون هتعرفني عليه. ازيك يا علو؟ تمام، ازيك؟ ايه الاخبار؟ اخبارك ايه واخبار دينا ايه؟ الحمد لله كلنا بخير. الاستاذ سامح الصرفي، اخو خالد الصرفي.
والاستاذ مروان شريكه. ايه يا معلم باشا، مش ناوي تيجي تاخد حاجه عندنا في الكمباوند؟ لا يا عم، انا عامل زي السمك، لو طلعت بره المهندسين اموت. بس دي زحمه وقرف. ومالها الزحمه؟ مش احسن من الصحراء اللي انتوا حالين فيها؟ على كل حال انا ما عنديش مانع اخد عندك حته محندقه كده قد 2000 متر كمؤخر اتعاب بعد البراءه ان شاء الله. هو ممكن ياخد براءه؟ طبعا. نلعب يعني في ايه اللي لقيتوه يدينا اي امل؟ انا اصريت النهارده ان انا اجمع كل المحامين اللي قروا القضيه وكونوا فكره عنها. في ناس شايفه ان البراءه ممكنه، وفي ناس ثانيه شايفين ان احنا ما كانش المفروض ان ناخد القضيه من اصله لان اخوك مش بريء. ربنا يطمنك. احنا محتاجين نسمع منك قبل ما نروح لخالد، عشان لو في اي معلومات جديده او وقائع مش موجوده في التحقيقات لازم نعرفها، لان ده يخلينا نشوف الموضوع بشكل افضل. انا عايزك تطمن على اخي، انا مش هبدا شغل في القضيه دي الا اذا كان كل اللي موجودين هنا متاكدين تماما ان اخوك عنده فرصه كويسه. كنت فين يا استاذ سامي؟ وانت مالك يا اختي؟ ده الاستاذه شيرين كانت مع الاستاذ ولسه طالعه ودخلت مع الاجتماع دلوقتي. طب وانا مالي يعني؟ انا قلت اخدم يعني. والاستاذ ياسين سال عليا؟ سال عن القضيه اللي معاك. الحمد لله اتاجلت، اصل انا يعني ما كنتش جاهز فيها، كان في حاجات لسه عايز اطلع عليها كتير. كالعاده يعني، ما تبطل كسل بقى وفوق لمصلحتك. فوق لمصلحتك؟ هو انت خالتي ولا حاجه؟ ما تخليكي في شغلك يا استاذه. حاضر يا استاذ سامي. اسراء، يعني انا كنت عايز بس يعني خدمه صغيره. كان في ملف اسمه قضيه بورسعيد بتاع شركات المينا دي، كنت عايز اطلع عليها علشان شبه قضيه انا شغال فيها دلوقتي، فممكن تجيبيها لي من المخزن؟ اولا يا استاذ سامي، انا اسمي انسه اسراء او استاذه اسراء. ثانيا، المسؤول عن المخزن هي الاستاذه ناديه سكرتيره الاستاذ ياسين. ممكن حضرتك تروح لها وتطلب منها الطلب ده؟ ما هي الاستاذه ناديه صعبه شويه وانت عارفه يعني، وممكن تسالني الملف. لا انت بتاخد ولي امرك وانت رايح. اللي انا اعرفه ان راجل السواق اللي موت المحاسب ده علاقته قطعت بينا من سنين، ما افتكرش ابدا ان خالد يعرفه او ليه اي علاقه بيه. طب ما هو ممكن يكون على اتصال بيه وانتوا ما تعرفوش، او ممكن مثلا يكون بيتصل بيه من خلال وسيط. عالي قصده ان النيابه ممكن تفكر بالشكل ده. انا ما اعرفش احنا ازاي ممكن نثبت ان الكلام ده مش حقيقي، بس وسيط ايه؟ ده الموضوع كده يبقى اجرام، كأننا مشغل بلطجيه ومجرمين عشان نصفي خلافاتنا. للاسف ده حصل اكتر من مره. في حادثتين قبل كده توجه فيهم اتهام لخالد بانه استخدم العنف. يا جدعان ده فضايح، الكلام ده ينفع تقلق في محكمه ولا في جرايد ابدا؟ احنا مش في مؤتمر صحفي دلوقتي. احنا المحامين اللي ماسكين القضيه، يعني لازم نعرف الحقيقه عشان نعرف نشتغل. بص يا علي، خالد قبل كده توجهت له اتهامات، بس مفيش حاجه ثبتت عليه. ما احنا عارفين الكلام ده كويس. احنا عايزين نركز على احداث القضيه. يعني اللي عمله خالد قبل كده او ما عملوش ملوش علاقه باللي احنا بنتكلم فيه. بالعكس، ده ليه علاقه وعلاقه قويه كمان. ازاي؟ احنا ممكن نستخدم الاتهامات دي لصالحه مش ضده. يعني لو قدرنا نقنع القاضي انه عنده خصوم واعداء بيحاولوا يخرجوه بره السوق، انهم يلفقوا له مره قضيه وكل الاتهامات اللي اتوجهت له خد فيها براءه، ممكن القضيه دي يتبص لها من نفس الزاويه. ده كلام محترم جدا. ده محترم ايه؟ لا طبعا الموضوع مختلف. مختلف ازاي يعني؟ ياسين بيه، ممكن نقعد لوحدينا على الفراش شويه؟ أو مش المفروض حضرتك كنت تطلع على الملف بتاع القضية دي قبل ما تروح المحكمة النهاردة؟ ما أنا اطلعت عليه قبل كده. إزاي؟ مين ادهولك؟ محدش ادهوني. أنا فاكر القضية، فاكرها، فاكر لما كنا شغالين فيها من كام سنة يعني، بس في حيثيات مهمة أنا كان نفسي أبص عليها تاني يعني. والله مش عارفة الأستاذ ياسين هيقول إيه في الموضوع ده. أكيد هيتضايق جدا لما يعرف إنك كان ممكن تروح المحكمة وأنت مش جاهز تترافع. ما هو بلاش الأستاذ ياسين يعرف، ولو لازم تقولي له يبقى خلاص مش مهم. ربنا يستر بقدر على المحكمة إيه اللي هيحصل. ربنا يستر بقى. خلاص خلاص يا سامي، هقوم أجيب لك الملف. متشكر متشكر أوي. دندون اخبارها ايه؟ الحمد لله كويسه. قلتليش بقى عايزني في ايه؟ القضيه ايه؟ بسيطه، احنا عايزين الراي العام يهدى بس شويه وكل شيء هيبقى خير ان شاء الله. انا عايزك تخسر يا ياسين. نعم؟ احنا عايزينك تخسر يا ياسين. خليني اقول لك،
لازم تعرف ان مصلحه المجموعه لازم تبقى فوق اي اعتبار. ومصلحتك الموضوع ما زي ما انت فاكر. خالد بقاله فتره منفرد بالقرارات لوحده ومده طرش مجلس الاداره، وده هيضيعنا. انا اخوه ممكن استحمله، بس احنا لينا شركاء، شركاء مش سهلين كمان. لازم تعرف ان خالد لو ما كانش اتسجن دلوقتي كانت حياته هتبقى في خطر. فانتوا عايزين تبعدوه عن الصوره. انت مش غريب، ينفع التصرف اللي خالد عامله مع المحاسب ده ويروح يقتله؟ احنا ناقصين بلاوي، كانش في اي تصرف تاني يعمله غير كده. خالد لازم ينسحب باي ثمن. شوف الحياه دي شويه نعرف نشوف شغلنا. انت جايب لنا القضيه ليه اذا كان الموضوع بالشكل ده؟ ما نروح لمحامي نص كم. عندك حق، عشان المحامي نص كم لو خسر القضيه هيبقى واضح انك انت قاصد كده. ايوه، انما محامي كبير زيك يبقى عملنا اللي علينا. احييك على صراحتك، بس انا مش هعمل كده. ايه يا سين؟ وانا بقولك هات له اعدام، احنا عايزين نبعده شويه، ثم في السجن هنظبطه وكانها فسحه ولا كانه في كومباوند. ايوه ناديه. اسراء، امال مدام ناديه فين؟ طب شوفوا لي نمرة الأستاذ صلاح فياض المحامي، قولي له الأستاذ سامح الصرفي عايز محامي. يا نهار أسود، أستاذ ياسين نجم، جبت لك الملفات المفيدة واللي مش مفيدة. كويس، كله هايم. قريته؟ ما فيهوش حاجة مفيدة، في حاجات كتير مهمة ناقصة. يبقى كان قلبه حاسس كده بقى، يبقى أكيد في وساخة. وإيه اللي هيخبي ليه؟ يعني تفتكر هو ممكن يكون قطع الورق؟ ياسين ما بيرميش ورقة حتى لو كانت ضده. متخيل انه في يوم من الايام هيقعد ويقرا الورق ده كله ويشوف هو ظلم مين ويرجع الحق لاصحابه. زي ما تقول كده عامل ملف لسيئاته وحسناته. هو قال لك كده؟ ارجع انت المكتب عشان ما حدش يحس بحاجة. يا نهار اسود، ايه اللي حصل؟ طب عرفتوا ايه الحاجات اللي ناقصه؟ لا طبعا، هو حد يقدر يجرد في وضع زي ده؟ إيه انت بتعمل ايه؟ بدور بالمره على ملف بورسعيد. اصلها ناقصاك. فتحمدي ربنا يا مدام، المخزن كله ملفات قديمه، يعني مش مشكله. انت شايف كده؟ دي اسرار عملاء يا استاذ، شيكات واحراز وحاجات مهمه. وبعدين ازاي حاجه زي دي تحصل في المكتب؟ محدش عدى من النهارده من هنا يا استاذ. وسيد وعبد السلام بيحلفوا بالله وهما بينظفوا الصبح كان الباب مقفول. بلغ البوليس يا مدام ناديه، ومحدش يخرج من هنا غير لما تشوف ايه اللي معاه. حاضر يا استاذ. وعايز جرد سريع جدا للحاجات اللي ناقصه، هات يا اشرف بالحسابات يساعدك. لو عرفنا ايه اللي ناقص هنعرف مين اللي له مصلحه. اتفضل يا ستي، ده اخر ملف موجود في الدرج، الباقي كله شويه ورق فاضي ودبابيس واقلام، عايزه تشوفيهم برده مفيش مانع. بجد انا اسفه يا استاذ علي، بس الأستاذ ياسين مصمم إن إحنا نفتش كل المكاتب، ده أنا حتى اتفتشت أول واحدة. معلش مجراش حاجة. بجد أنا آسفة يا أستاذ علي وأستاذ سامي اللي كان قاعد قدامك ولسه داخل من بره، يتفتش عادي كده؟ أنا متأكدة اللي أخد الحاجة جه الصبح والمكتب فاضي، وبعدين رجع عادي زي ما يكون ما عملش أي حاجة عشان ما حدش يشك فيه. يا شارلوك هولمز، شكلك كده بتلقاها عليا كلام. اللي على راسه بطحة بقى. لا انا ما تحتشش كلمني بالطريقه دي. استاذ علي. ايوه انت مش فاكرني؟ لا مش واخد بالي. حاجه غريبه قوي لما يكون في حد مهم في حياتك تكتشف في الاخر انه ما يعرفكش. ايه طب يا ريت بس توضح كلامك، لان النهارده كان يوم صعب والواحد دماغه مش فيه. يعني انا تيسير. تيسير مين؟ كنت بتجينا البيت زمان فاكر؟ تيسير، معلش يا تيسير. ازيك عامل ايه؟ الحمد لله. والدتك اخبارها ايه؟
كويسه. طب يا تأثير انا مبسوط اني شفتك، انت تشتغل معانا هنا مش كده؟ لو عوزت اي حاجه ما تتكسفش كلمني على طول. ها وما يصحش برضو بعد اللي انت عملته معانا، وقفتك معايا، وقفتك وقفت مع امي. انا شفت كل حاجه، مش هستريح لما اقبض لك اللي انت عملته. بعد اذنك. تشتغل هنا يا حاج؟ انا البواب. طيب انا كنت ببص على الشقه. ليه؟ اصل كنت بدور على شقه وانا طالع ما لقيتش حد. ما تقدرش تستنى للصبح بدل ما تنسحب كده زي الحرامي؟ لا حرامي يا حاج، انا الصبح ببقى مشغول مش فاضي، وفي سمسار قال لي ان الشقه دي للبيع فقلت اجي ابص عليها قبل ما اروح. خد امسك يا حاج. سمسار مين يا سيدي؟ لا ده واحد كده اعرفه. هو مفيش حد كلمك؟ لا. طيب هي الشقه دي للبيع؟ دي متباعة من سنين واصحابها مسافرين، بس في شقة في الدور التالت بقيت على الصبح اشوفها. ان شاء الله. بس قول لي يا حاج، الشقة دي كانت متأجرة مفروش ولا حاجة؟ لا مفروش ازاي وانت شايف يا حاج؟ يعني قصدي كان حد ساكن هنا وهو ماشي خد عفشه معاه. لا ما حصلش، انت بتسأل ليه؟ لا ولا حاجة، انا هعدي عليك الصبح. بقول لك ايه، معاك تليفون؟ معايا. طيب ادوني يا حاج. السلام عليكم. عليكم السلام.
صباح الخير يا حنان. صباح النور. مكتب صلاح فياض المحامي يا فندم. صباح الخير، انا مدام دينا. هو الاستاذ جه؟ ايوه يا فندم، لسه واصل حالا. طب حوليني عليه. حالا. صباح الخير، أنا جاي. مسافة السكر. لو الأستاذ سأل عليا أنا خرجت. هتتأخري يا مدام؟ إيه عندك مانع؟ بسأل بس. مدام فين؟ خرجت. استاذ علي، انا عايزه اقول لحضرتك على حاجه بس خايفه. خايفه من ايه؟ هبيبتي على الصبح؟ لا والله العظيم ما عملت حاجه، يا ريت هتيجي على كده. امال في ايه؟ حضرتك يا استاذ علي، عارف ان الحاجه زينب ربنا يخليها لنا هي اللي مربياني، وانا بعتبركم زي اهلي والله بالظبط، عشان كده ما اقدرش اشوف حاجه عليكم ولا لبش كده ولا كده وما اتكلمش. خلاص يا حنان، وحياه ابوك مش فايقلك. حاضر، استغفر الله العظيم يا رب. ما تقطعي يا بنت. هي الست دينا بتستنى لما انت تخرج من هنا، وبعدين بتكلم واحد في التليفون وبتهيالي كده بتخرج تقابل. بتقولي ايه؟ انا اول مره والله سمعتها غصب عني، وهي اول ما شافتني في وشها عملت نفسها ان هي ما كانتش بتتكلم، وبعد كده يعني ما تاخذنيش بيت اتصنت عليها وعرفت كل حاجه. عرفت ايه يا استاذ علي؟ انا عارفه ان عندكم يعني ان المدام ممكن تكلم حد معرفه ولا صديق، بس المكالمه دي ما كانتش طبيعيه. انا في الاول لا سمح الله افتكرت ان هي يعني حاجه من اللي بتخرب البيوت او بتسيل دم، بس لقيت ان المكالمه دي ان هي بتسال واحد على ملف، وبتأكد عليه في كل مرة إن أنت مش لازم تعرف أحسن تفهم الملعون. أه والله العظيم، دي حتى كانت لسه بتكلمه دلوقتي من تليفون المكتب وخرجت علشان تقابله. هو ده كل اللي عرفتيه؟ أه والله العظيم. لا يا رب أتشل. طب لمي هدومك وغوري في 60 داهية منين؟ وأقسم بالله العظيم لو عرفت إن الكلمتين الخيبانين دول قلتيهم في أي حتة هسجلك أنت وجوزك، وأنت عارفة كويس أوي أنا ممكن أعمل إيه. غوري!
مكتب صلاح فياض المحامي. الو 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 هيا يا اسراء. كمان ايوه رايح دلوقتي حالا. وهي أول ما شافت كيف وشها عملت نفسها إنها ما كانتش بتتكلم وبعد جاهز يا أستاذ بالمرافعة النهائية بتاعتك ولا لسه؟ لا جاهز يا فندم. اتفضل. بعد الاطلاع على تحريات المباحث وحيثيات الاتهام الموجه لموكلي وشهادة الشهود وتحيات النيابة، فإن الدفاع يطالب باعتبار إصابة المجني عليها إصابة خطأ إثر مشادة بينها وبين المتهم، وبناء عليه فأنا أطالب سيادتكم بالإفراج الفوري عن موكلي وتبرئته من جريمة الشروع في القتل والتي لم تتمكن النيابة من إثباتها. سيدي الرئيس، جريمة الشروع في القتل تستوجب النية المبيتة والقصد الذي يعيق شيء خارجي طارئ. ازاي سيادتك هيبقى عند موكلي نيه للقتل وهو ما يعرفش اصلا العلاقه اللي بين المجني عليها وصديقها الا بعد ما هي اعترفت بده؟ النيابه ما اثبتتش او حتى ذكرت انه حاول يراقبها او انه لاحظ اي حاجه غريبه عليها خلته يشك في سلوكها. هي الست دي انا بتستنى لما انت تخرج من هنا وبعدين بتكلم واحد في التليفون وبتهيالي كده بتخرج تقفل. استاذ. ايوه يا فندم. خلصت كده؟ لا يا فندم، انا بعد اذنك انا بطالب بتاجيل القضيه لحين وجود المحامي الأصيل للمتهم. اتفضل. بعد إذنك. يعني كل اللي عملناه كان على الفاضي؟ هو في واحد بس هو اللي ممكن يخلص الموضوع ده. كلميه واسأليه. مين؟ الدكتور حسام. حسام؟ لا طبعا مستحيل، حسام كان خطيبي وعلي عارف. يا ترى عارف كمان انكم كنتوا بتحبوا بعض وان الموضوع ده هو اللي فشكل الدنيا؟ ايه؟ زعلان اني بتكلم في خصوصياتك؟ ما الموضوع ده كله خصوصيات وما يصحش ان انا اتدخل فيه. بس انا اتدخلت بناء على طلب منك. انا مستحيل هكلم حسام ده تاني ولا هطلب منه ان احنا نتقابل، وحتى لو انا ما اعرفش رقم تليفونه ولا عنوان. بس انا عارف وكلمته وفهمته على كل حاجه، وهو مستنيك النهارده في كافيه جارديان. بيقول انك عارفاه. مدام دينا احنا اتفقنا ان احنا لو بدانا مش هنعرف نرجع. ودينا هو وصلنا لنهايه الموضوع.
الو. يا شريف ازيك؟ معلش يا شريف والله انت عارف بقى الشغل والدربكه اللي الواحد فيها. بقول لك يا شريف انا في خدمه كده كنت عايزها منك. بص هي يعني خدمه غريبه شويه ومحرجه بس انا اخترتك انت بالذات عشان متاكد ان الموضوع ده هيفضل سر بيني وبينك. قضية عندي كده يعني فيها موكل له علاقه بواحد كنت عايز تليفونه. حسام. الدكتور حسام يا شريف اللي كان خاطب دينا. يعني بس له مشكله مع واحد موكل عندي ومش انا اللي هكلمه يعني انا هديله النمره الموكل بتاعي ده هديله النمره وهو اللي هيتكلم يعني. متشكر يا شريف. شكرا. مع السلامه.